خلينا الان نطلع على مثال رح نشتغل لهذا السيستم رح نطلع له الترانسفير فانكشن تبعته احنا عملناها قبل هيك بس خلينا نعملها كمراجعه فراح اعتبر عندي هون ساينوسويدال عندي رح ادخل ساينوسويدال سيجنالز واصير اقيس ساينوسويدال سيجنالز تاعهم لو انت بدك تطلع هذا اكسبيرمنتالي في المختبر شو بتعمل؟ مش انت بتقدر تطلع البودي بلوت لهذا السيستم في المختبر ايش بتحتاج؟ ايش الاشياء اللي بتحتاجها حتى تطلع له البودي بلوت؟ بدك طبعا الكباستر والريزستر وتوصلهم اه ايش بدك؟ اوسيلوسكوب تمام شو راح اعرفك بالاوسيلوسكوب؟ اي سيجنال انبوت والاوتبوت ايوه ايش كمان بدي؟ بدي فانكشن جنريتر تمام والفانكشن جنريتر شو لازم يطلع لي منه؟ ساينوسويدال سيجنال واغير فريكونسي والامبليتيود مهم الفريكونسي حتى لو الامبليتيود ما تغير انا بامكاني اجي احط هون اوسيلوسكوب واوسيلوسكوب احط له شانل 1 وشانل 2 مش هيك؟ طبعا عجيب الاوسيلوسكوب ومش دائري وبعدين راح اخذ الان هون هلا هدول راح اشبكهم بالجراوند والجراوند تبع الاوسيلوسكوب راح اعمل له جراوندينج كمان راح اخذ بعدين بروب من هون احطه على شانل 1 وراح اخذ بروب من هون احطه على شانل 2 راح يصير يطلع معي على الشاشه مثلا هذا شانل 1 وراح اشوف مثلا هذا شانل 2 وبصير عند كل فريكونسي هلا طبعا فانكشن جنريتر موجود هون فانكشن جنريتر راح يصير يدخل لي فريكونسيز مختلفه بغير الفريكونسيز هاي كل ما بغير واحده من الفريكونسيز اللي انبوت راح يغير الارتفاع بقيس الامبليتيود والامبليتيود وايش بقيس كمان؟ فيس شيفت مهم جدا ولاحظوا الفيس شيفت بدك تقيسه من زيرو كروسنج لزيرو كروسنج بس زيها مش تصير من زيرو كروسنج طالع لزيرو كروسنج نازله بدك تكون من زيرو كروسنج طالع على طالع وبتصيرش تكون اكثر من 180 فيا بتكون زائد 180 او اقل او ناقص 180 او اقل. خلينا نطلع الان ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم كيف بنطلع ترانسفير فانكشن؟ في اكثر من طريقه اذا بدك بس انا عندي مثلا انا بعرف انه في ممكن اخذ الكباسيتي تبعت الامبيدنس تبعته 1 على اس سي والامبيدنس تبعت الريزستر اه فلو عملت فولتج ديفيجن هاي طريقه يمكن ما عملناها طريقه بسيطه وسهله. الاوتبوت في اوتبوت of t بيساوي v input of t مضروب في 1 على sc على r زائد 1 على sc بصير 1 هاي شو اللي عملته انا هون زي فولتج ديفيجن اخذت الامبيدنس تبع هاد بالكومبلكس واخذت الامبيدنس تبع r نضرب المقام والبسط في sc شو بصير عندي؟ بصير عندي 1 زائد s r c هاي ترانسفير فانكشن تبعت الاثنين طبعا انا مطلوب اني كان هون لازم احط هذه في او اس في او اس وهي لازم اسميها فيجن اوت اوف اس لاني انتقلت مباشره مثل ما حطيت اس انتقلت للفريكونسي للكومبلكس فريكونسي دومين هلا محل اس ايش بنحط؟ جي اوميجا صارت عندي هلا جي اوف جي اوميجا طبعا لاحظوا هذه كومبلكس اه تفضل تساوي 1 على 1 زائد جي اوميجا ار سي شوفوا الان ايش راح اعمل؟ راح اقول انه ار سي بتساوي 1 على اوميجا نوت، اوميجا نوت راح اعتبرها فريكونسي لهذا السيستم. فلما حطيت ار سي بتساوي 1 على اوميجا صارت عندي هاي بتساوي 1 زائد 1 جي اوميجا على اوميجا نوت. هاي اللي بتهمنا نخليها هلا لو بدي اجي احسب الماجنتيود تبع هاي الماجنتيود شو بساوي؟ جي جي اوميجا ماجنتيود بيساوي الماجنتيود تبع هاي مش هيك؟ هاي الماجنتيود تبع شو بيساوي؟ بيساوي الماجنتيود لهاد على الماجنتيود لهاد، قديش الماجنتيود لهاد؟ لاحظوا هذا جي وهذا واحد، هذا ريل وهذا ايماجينري، اذا هذا كومبلكس نمبر، شو الماجنتيود تبعه راح يكون؟ واحد زائد اوميجا على واحد، واحد زائد اوميجا سكوير اوميجا على اوميجا نوت سكوير مش هيك؟ هذا الماجنتيود، طب والانجل تبعتها؟ الماجنتيود الان تبعت الواحد قديش؟ لاي رقم زي هيك؟ ايش؟ لا الواحد مش الناقص واحد. الانجل تبعت رقم بوزيتيف. ما فيش فيه جي زيرو مش هيك؟ لاحظوا تذكروا هون عندي اي شيء هون زاويته زيرو. اي شيء هون زاويته قديش؟ هذا ايش زاويته؟ 90 زائد 90 او ناقص 90 وهذا زاويته زيرو. إذا الزاوية تبعت واحد شو بتساوي؟ زيرو زيرو مش هيك؟ طيب الزاوية تبعت جي أوميجا؟ 90 90 أو حتى تبعت أوميجا تبعت جي
زاوية جي 90 جي مضبوط، زاوية واحد على جي ناقص 90. إذا هون عندي الزاوية شو بتساوي؟ بتساوي 0 اللي هي زاوية الواحد ناقص. مش هون الزاوية اللي تحت بتصير ناقص؟ إيش زاوية هذا؟ سير. هذا في عندي ريل بار وفي عندي ايماجينري بار مش هيك؟ إذا الارك تان مش هيك؟ ارك تان هذا على هذا، يعني ارجع هون للمثلث عندي هذا هو الجي بار تبعه وهذا الريل بار تبعه مضبوط؟ ايش الزاوية هاي؟ الزاوية هاي شو بتساوي؟ تان هاي الزاوية شو بتساوي؟ هذا البار الايماجينري على الريل مش هيك؟ وين الايماجينري هون؟ اوميجا على اوميجا نوت، هون الريل واحد، إذا هذا بيساوي ارك تان اوميجا على اوميجا نوت على واحد بتطلعها نفسها، قديش زاوية الواحد؟ زيرو، إذا هاي بتساوي ماينس ارك تان اوميجا على اوميجا نوت. طلعوا هلا على هاي، لما تكون اوميجا صغيرة لما اوميجا زيرو ايش بتصير؟ ارك تان ايش؟ ايش الزاوية اللي تانها زيرو؟ ايش الزاوية اللي تانها زيرو؟ بصير زيرو. زيرو. طيب لما هذا يصير كبير كثير 90 قديش بصير هذا مقطوف؟ انفينيتي. اذا لما تكون اذا هاي هون الزاويه عندي ليميت ارك تان اوميجا على اوميجا نوت از اوميجا ابروتشز انفينيتي شو بيساوي؟ لما اوميجا تصير كبيره جدا ايش بتصير الزاويه اللي تانها انفينيتي؟ 90 والليميت للارك تان as omega approaches zero شو بتساوي؟ ايش الزاوية اللي تانها زيرو؟ زيرو. إذا هي هذا الجزء الأول، هلا بدنا نطلع على الماجنتيود تبعت الماجنتيود تبعت ايش صارت الساعة؟ 10 دقيقتين. فكمل الماجنتيود تبع هذه المرة الجاية اللي هي تبعت اللاج نتورك.